ما الذي جعل شركة إسطنبول باك قصة نجاح مذهلة على الرغم من أن منافسينا استبعدوا إمكانية التوفير في تكلفة إنتاج أكواب المياه وآلات تعليب المياه أفقياً؟ المؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لشركة إسطنبول باك السيد نصيب أيفالي وضع شعاراً للشركة عنوانه الزبائن أولاً. شركة إسطنبول باك لديها نهج عال من الزبائن ومبدأها في العمل معهم هو الاستمرارية وليس البيع مرة واحدة. لقد ركز الطاقم الفني لشركة إسطنبول باك على توفير أكبر قدر ممكن من استهلاك المواد الأولية في أجهزة وآلات تعبئة المياه والمواد الغذائية من خلال دراسات دقيقة لسنوات، وتم التوصل أخيراً إلى تجربة فريدة من نوعها حيث ابتكر الجيل الجديد من معامل التغليف الحراري. الزبائن الذين يفضلون العمل مع هذا المنتج الجديد في معامل التغليف بالحرارة سوف يوفرون تكاليف المواد الأولية المستخدمة في إنتاج كؤوس الماء، وذلك باستخدام رقائق أقل مقارنة بالمعامل الأخرى التقليدية. المنتج الجديد لشركة إسطنبول باك سوف يوفر حوالي 100,000 دولار سنوياً، وذلك بتخفيض وقت العمل والمواد الأولية، إذ يمكن عمله بمناوبين في اليوم بمعدل 8 ساعات لكل نوبة ولمدة 300 يوم في السنة للجهاز. إذا لماذا تختار المعمل التقليدي؟ تتميز خطوط الإنتاج التي تنتجها شركة إسطنبول باك بميزات فريدة من نوعها، منها يتم نقل اللوح البلاستيكي السفلي من خلال سلسلة جانبية في الجهاز، كل ما يتعين على المشغل القيام به هو الضغط على الزر الأخضر لنقل الفيلم البلاستيكي السفلي بشكل متكرر حتى يصل إلى نهاية محطة التسخين المسبق، ثم يبدأ المشغل استقبال أكواب متكونة بشكل جيد على عكس آلات التغليف التقليدية التي تتطلب النقل اليدوي للأفلام السفلية لنهاية محطة القطع، وهو ما يسبب إضاعة للوقت والأفلام السفلية بالإضافة إلى الكثير من الجهد. يتم تثبيت الفيلم البلاستيكي السفلي من خلال سلسلة جانبية مثبتة في جوانب جهاز الجيل الجديد، لذلك فإن الفيلم لا يتجعد أبداً نحو المركز بعد اجتياز المحطة قبل التسخين. وبهذه الطريقة تصبح الأكواب المشكلة على الجانبين والوسط كؤوساً مختومة بختم المنتج ذات جودة عالية ومتقنة بشكل صحيح بغض النظر عن موقع الكؤوس على الآلة. أما في آلة الكؤوس التقليدية فيتجعد الفيلم البلاستيكي السفلي نحو المركز بعد اجتياز محطة ما قبل الحرارة، مما يؤدي إلى اختلافات في الجودة بين الكؤوس في الوسط وعلى الجانبين، لذلك لا يمكن للمشغل الحصول على أكواب ذات شكل عالي الجودة ومختومة ومقطوعة بصورة مطلوبة، خاصة خلال فترة توقف وتشغيل الجهاز. يتم نقل الفيلم البلاستيكي السفلي دائما بنفس الطول من خلال السلسلة الجانبية المثبتة في جوانب الجهاز، فإنه يوفر دائما جودة مثالية لربط الفيلم، لذا يسهل فتح غطاء الكؤوس عند الشرب من أركان الكأس على عكس الآلات التقليدية. لن يقوم المشغل أبداً بإعادة ضبط أو إعطاء عيار للغطاء العلوي وقسم القطع وفق الانكماش المادة السفلية بسبب النظام الجديد، والذي يضمن بدوره الختم المركزي المتمركز وقطع الأكواب المملوءة، علماً أن ذلك يتطلب إعادة ضبط الغطاء العلوي ومحطات القطع طوال الوقت في الآلات التقليدية. عند تشغيل المعمل يحصل على أكواب جيدة التكوين مع الجهاز المصمم حديثاً دون فقدان أي فيلم سفلي لبدء التشغيل الأول للآلة، على عكس الجهاز التقليدي الذي عندما يبدأ المشغل تشغيله لأول مرة سيكون هناك دائماً نحو 5 أمتار من نفايات الفيلم البلاستيكية السفلية حتى تصبح جميع المحطات جاهزة للحصول على أكواب جيدة التشكيل. مع إنتاجنا الجديد هناك حاجة إلى التعديل الضوئي مرة واحدة فقط من خلال نظام السلسلة الجانبية، ويبقى دائما كما هو دون تغيير، حيث يكبس المشغل اللوحة السفلية مع اللوحة العلوية بشكل صحيح ويختم الرقعة العلوية إلى الرقاقة السفلية مرة واحدة في الوضع اليدوي أثناء بدء تشغيل الآلة دون أن يتم إهدار المواد، على عكس الآلات التقليدية التي تقدم نفايات لا تقل عن 10 على عكس الآلات التقليدية التي تقدم نفايات لا تقل عن 10 إلى 15 مرة من آلة تكرار كبس اللوحات.
في المكائن التقليدية يمكنك إجراء ضبط اللوحة العلوية مع السفلية بعد 12 حركة للجهاز، وعادة يحتاج إلى تكرار الضبط، وهذا كله خسارة في الألواح العلوية والسفلية والوقت والإنتاج. أما في منتجنا الجديد فلا توجد هذه المشاكل. هناك مشاكل كثيرة في الآلات التقليدية، منها خلال تغيير لفة الفيلم البلاستيكي السفلي بسبب مشاكل في اللوحة العلوية تحتاج إلى تغيير، وبالتالي يجب إتلاف جميع المواد من بداية دخول المواد حتى قسم القطع. أما في إنتاجنا الجديد فلا يحتاج إلى تلف المواد. مراقبة الطاقة على الشاشة من آلات التعبئة لدينا. يتم قياس استهلاك الطاقة بشكل صحيح لخط التغليف بالكامل. يتوفر أيضاً اتصال عن بعد للتشخيص والصيانة لضمان عمل الصيانة عن بعد.